تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية من دكتور نيوتريشن. طبعا هذا البرنامج مثل ما نقول دائما نحن هي نافذة للتواصل معكم أعزائي المستمعين من خلال الرسائل النصية، من خلال موقعنا على الانستغرام اللي هو نور دبي، وبعد شوية إن شاء الله ما ندخل على DHA_Dubai على الانستغرام لايف، وأيضا أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملة. صبحت الله بالخير دكتورة. صباحك الله بالنور والسرور محمود، اخباركم؟ وان شاء الله يكون يوم سعيد، وباقي من الزمن يومين ان شاء الله على الخميس. ونذكركم ارقام التواصل 600-55-1414 ورسائل نصيه على 4006. ومثل ما ذكر اخوي محمود، نحن موجودين لايف على اكاونت نور دبي في الانستغرام. طبعا هاي قنوات التواصل عشان تتواصلون معنا، تعطونا ملاحظاتكم ارائكم، شكر لاي حد حابين تقدمون له شكر. زرتوا اي منشاه صحيه، لقيتوا خدمه متميزه، اشكروهم على الهواء، واحنا رح نحرص ان نوصلهم الشكر للموظف المعني او للمنشاه المعنيه. صدقوني الشكر يساعد في تحسين الخدمه بطريقه ما تتخيلونها. الشكر مو بزين ترى وايد، بس مضر بالصحه، ها يبكحه. زين دكتورة، بس ناخذ يعني التذكير بسلامة اللي تسلم عليهم. هي سلامة تسلم عليكم كل يوم. طبعا سلامة الملف الطبي الإلكتروني الموحد انطلق في مستشفى راشد، مركز البرشاء الصحي، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، مركز الجلدية وعيادات المطار. طبعا نوصي كل حد يزور إحدى هالمنشآت بأخذ الوثائق الأوراق الثبوتية اللي هي بطاقة صحية، بطاقة الهوية، وبطاقة التأمين إن وجدت. وأيضا وسعوا صدركم، طولوا بالكم حتى نصي إلى بر الأمان. مع سلامة. طيب أنا هذا الخبر قريته قبل وما بقرأ اليوم دكتورة، لأن كنت تكلمنا عنه والجماعة يعني حطونا، بس يمكن نعرج عليه بشكل سريع. أن في الباحثون في علم الوراثة وجدوا أن الأطفال يرثون جينات الذكاء من أمهاتهم وليس من آبائهم. صحيح. صحيح شو؟ صحيح. ترى أنت متأكدة من هذه الدراسة؟ هذه الدراسة ما أحس فيها شيء. فيها اللي سوتها حرمة. زين، يقول لك تنتقل جينات الذكاء إلى الأطفال من الأمهات بشكل أكبر، لأنها تنقل كروموسات إكس اللي هي تمتلكها النساء، تمتلك النساء اثنين منها، في حين أن لدى الرجل واحد فقط. هذا عكس اللي يقول الشرع. شو يقول الشرع؟ زين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ يعني الأنثى عندها اثنين، الرجال واحد. بعد في أمور غير عن أمور ترى. إنزين، ولكن بالإضافة إلى ذلك يعتقد العلماء الآن أن جينات الوظائف الإدراكية المتقدمة المورثة من الأب قد يتم إبطال مفعولها تلقائيا. يا سلام. ووجدت الدراسات المخبرية باستخدام الفئران المعدلة، هذا على الفئران، هذا مسوينا مو على البشر، على الفيران. هذا هم ليش يسوون على الفيران؟ هم وليش ترى مو بالفارفار، هم يسوون على الجيني بيكز اللي يسمونهم، لان اقرب للبشر يكون تركيبتهم. المهم باستخدام الفيران المعدله وراثيا، ان الذين يتلقون جرعه اضافيه من جينات الامهات ياتون برؤوس وادمغه اكبر ولكن باجساد اصغر نسبيا، هذا والامر عكسي تماما في حين كانت الجينات متوارثه عن الاباء. وحدد الباحثون الخلايا التي تحتوي على جينات الام او الاب فقط في 6 أجزاء مختلفة من أدمغة الفئران التي تسيطر على الوظائف الإدراكية المختلفة، بما في ذلك عادات الأكل والذاكرة. أنت تشبهين أمك ولا أبوك الحين؟ أنا أبوي. زين، أسمى الجناحي صبحت الله بالخير. صبحتم الله بالنور. السؤال موجه لك بعد. حبيبي سأل كل حد بيتصل فيني أسمى، ما كنت أشوف أبوك.
أنا مكس المشكلة أمي أبوي عيال عم وخالة يعني فأكيد أشبههم الاثنين. ممتاز ممتاز يعني ما حد يزعل. جواب دبلوماسي يا أسمى صراحة. أعطينا رسالتنا مالت اليوم يا أسمى. رسالتنا اليوم تقول كلنا لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف. ركز على تطوير نقاط القوة تتميز بها ثم أما على تطوير نقاط ضعفك. المشكلة أننا دائما نسمع أن إذا عندك نقاط ضعف قويها إذا عندك نقاط ضعف قويها، لكن إذا أنت قويتي نقاط الضعف وساويتيها مع نقاط القوة ما تميزتي بشيء. ركزي على نقاط القوة تميزي فيها لأن هاي اللي تميزت، بعدين ركزي على النقاط الثانية عشان تكمل الثانية. ممتاز والله. والله حكمة جميلة يا اسمه فعلا، يعني عكس الواحد اللي يفكر فيه كل مرة أنه لازم يقوي الضعف أو لازم يبرز القوة بعدين يشتغل على نقاط الضعف. لا فضفوك يا اسمه، لا تسرقين كلمات الناس دكتورة وتسين تأخذينها لسمة. ألف تحية لأيوب لأن أسرقت أخذت الجملة مالته. فكروا فيها. جزاك الله خير يا اسمة ومشكورة الله على هذه الرسالة الصباحية. وأيضا اليوم يعني من الأشياء الجميلة أن تم اعتماد خط دبي في الموقع الرئيسي لهيئة الصحة بدبي اللي هو www.dha.gov.ae، فبيشوفون خط دبي موجود عندنا في الموقع الرئيسي. مبروك على دبي، مبروك علينا جميعا الخط الجديد لدبي. زين الآن دكتورة نحن ما نطلع بعد شوية فاصل، ولكن قبل الفاصل أنا أبغي أعرج شوية على بعض المسجات. كل اللي يقول إن عيال أغبياء يروح يراجع كروموساته كروموسوماته كروموسوماته على أساس إن الدراسة تقول إن الذكاء يتوارث من المرأة وليس من الرجل. صحيح. الله يوفقكم ويزيدكم علم ونور. السلام عليكم. عليكم السلام محمود. إيه أعرفه زين، وأنت اليوم بتعرف إن شاء الله. يقول لي تعرف ديبالا؟ ديبالا هذا لاعب يوفنتوس اللي طلع برشلونة برا على البطولة. إنزين أنا اليوم إن شاء الله بعرف زازا. ما أدري زازا لا يلعب في فالنسيا ما يلعب في أتلتيكو. عموما إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب اللي يستحق الفوز إن شاء الله يفوز يعني. سواء وبعدين يعني الواحد غير متعصبين، هذه هي روح رياضية يعني. سواء خسر ريال مدريد ولا فاز أتلتيكو يعني الحياة حلوة. هلا ريال مدريد لا لو قال برشلونة ما قلت حلوة. عشان ريال لا بس قلت إذا خسر أو فاز أتلتيكو نفس الشيء ترى يعني في كل الأحوال خسران خسران إن شاء الله. آخر شيء نفس الشيء. أرقام التواصل معنا مستمعينا 6-0-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي DHA_Dubai وأكاونت نور دبي في الإنستغرام. واللي يطلع لي يبي طاري المباراة يا ويله. ما نرجع عقب الفاصل، عندنا مواضيع وايد مهمة وعندنا موضوع ما نتكلم فيه إن شاء الله عن موضوع ساخن هي نظام الإجازات المرضية بأثر رجعي. في وايد ناس فهموه بشكل خطأ، لكن عندنا إن شاء الله بيكون دكتور مروان الملة مدير إدارة التنظيم الصحي في آية الصحة بدبي بيعرفنا عن هذا النظام بعد الفاصل. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقتكم مرة أخرى مستحيل الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا الدكتورة كم؟ أول شيء خلنا نستوعب شو قلت في أول جملة في أول ثانية. شوفي هذه الجملة اعتراضية لازم في كل مقدمة تشير واحد يقوله فنختصر. تعودوا عليها الناس. الوقت يعني عشان الناس هذا هم عارفين يعني. هم عارفين. مو مثلك أنت 10 كلمات في الثانية. عشان الناس تستوعب. المهم التواصل معنا 6-0-0-5-5-1-4-1-4 عشان يحفظون. ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على كاونت إنستغرام هيئة الصحة في دبي ونور دبي. برنامج متميز فعلا، ولا تنسون الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا. جزاك الله خير اخوي علي. كل مرة اجمعين. عموما ألغت هيئة الصحة بدبي مؤخرا العمل بخاصية تقديم الإجازات المرضية بأثر رجعي 3 أيام، وأوقفت الهيئة هذه الخاصية نهائيا من النظام الإلكتروني شريان، داعية الأطباء والمعنيين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في إمارة دبي إلى الالتزام بهذا الإجراء يعني تحقيقا للشفافية. أكدت الهيئة
في قرار صدر عن إدارة التنظيم الصحي أنها راعت في ذلك جميع القوانين والنظم الاتحادية واللوائح التنظيمية المنظمة لممارسة مهنة الطب في دبي، كما راعت في الوقت نفسه ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، فيما دعت جميع الأطباء إلى التوقف عن إصدار أي إجازات مرضية بأثر رجعي وإصدارها فقط في نفس يوم مراجعة المريض للمنشآت الصحية. حول هذا الموضوع المهم وغيره من موضوعات التنظيم الصحي في إمارة دبي، يسعدنا أن يكون معانا أخيرا الدكتور مروان الملة مدير إدارة التنظيم الصحي في إتصال دبي. حياك الله. الله دكتور. حياك الله يسلم. أول شيء وايد سعيدين أنك أنت موجود معانا اليوم في هذه الحلقة. اثنين، ما نبدأ نعطي نبذة عن هذا القرار ودواعي إصداره. القرار منع إصدار الشهادات المرضية بأثر رجعي هذا لضمان حقوق المرضى وحقوق الامبلويرز، يعني أصحاب الشركات أو أصحاب الجهات الحكومية، لأن ما نبغي أي مريض يأخذ إجازة مرضية. يعني الحين النظام كان يسمح للمريض أن يراجع الطبيب ويسجل له إجازة مرضية من يوم قبل أو يومين أو ثلاثة أيام قبل، زين؟ فإحقاقا للعدل وقفنا هذا الشيء. الإجازة المرضية تصدر من يوم المراجعة مع الطبيب والفترة اللي راح الطبيب مناسبة، سواء كانت يوم أسبوع شهر، بس ما في إجازة بأثر رجعي، لأن هاي يترتب عليها حتى دواعي وأمور قانونية أن هل هذا المريض كان موجود ولا كان مريض، ولا المرض بدأ من اليوم أو بدأ من قبل. فيعني أسوة بالجهات الحكومية الثانية مثل وزارة الصحة وهيئة الصحة أبو ظبي وقفنا هذا الشيء. ممتاز. والله أنا أشوف هذا موضوع، يعني حتى الدكتور، يعني هي ترجع المسألة إلى ضمير الموظف. أيوة. نفسه، يعني الواحد كيف يرضى أنه يأخذ إجازة مرضية وهو بالفعل يعني لا هو مريض، يعني لا 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 تمارضوا فتمرضوا. أيوة. أنزي هذا واحد. اثنين، هذه فلوس حرام. صحيح. شوفي دكتورة. والله لا فض فوك يا محمد صراحة. بعد. أي أنا أيد الحين كل كلمة بتقولها، لأن إحنا نعاني من الإجازات المرضية. ثلاثة دكتور، يعني هي فيها تحقيق للشفافية بشكل أو بآخر، فأنا أحييكم على إصدار هذا الموضوع. لكن اللي شوية أبغي أعرفه، الممارسات السابقة كيف كانت قبل هذا القرار، وليش يعني القرار هذا شو اللي بيسويه على أساس أنه يغير هذه الممارسات؟ شوف، يعني الإجازات المرضية قبل، يعني قبل ما نبدأ نظام شريان اللي هو قبل 4 أو 5 سنوات، كانت الإجازة تصدر بشكل يدوي فعلى دفتر الإجازات والدكتور اللي يوقع ويختم. فكانت فيه صعوبة للإحصائيات بخصوص الإجازات المرضية الصادرة من كل طبيب. نعم. فتطورنا وعملنا نظام الإجازات المرضية عن طريق شريان، بالإضافة لجميع معاملات التراخيص المهنيين والمنشآت الصحية. زين. وعطينا فرصة، لأن كانت في صعوبات في النظام في البداية، أن الطبيب يعطي الإجازة بأثر رجعي إذا كان السيستم مش شغال ولا شيء. ولكن الحمد لله الحين السيستم ستيبل، يعني السيستم شغال 24 ساعة مستقر. زين، ما في مشاكل. فأشوف أنه خلاص ما في داعي ننتقل للمرحلة الأعلى ونوقف خاصية أن الطبيب يصدر إجازة مرضية للمريض بأثر رجعي. إذا هالقرار حين صار أعتقد يوم أو يومين من طلع. أيوه. شو ردة الفعل اللي حصلتوها من طلع القرار؟ هو أكثر شيء يعني نشرح للمرضى وللأطباء أن ما هو القرار هو نفسه بالضبط. أيه يعني مثلا. زين، يعني حتى في واحد أو وصلتني ملاحظة يقول أنا إيدي مكسورة يعني ما أخذ إجازة. لا، تأخذ إجازة بس الإجازة من الحادثة، متى شفت الطبيب يعطيك الإجازة المرضية. ونحن عندنا فريق دعم إذا في أي مشاكل يقدر يتواصل معنا. زين، على الكول سنتر او على الايميل، ايميل regulation@dha.gov.ae. الكول سنتر اللي هو 800-342-800-DHA. صحيح. طيب، طبعا هو اعتقد الملاحظه الاكبر كانت اللي هو سوء الفهم اللي استوى. الناس فهمت انه ممنوع نصدر لهم اجازه لمده 3 ايام. نعم. يقول لك يعني بس دكتور يعطينا يوم واحد. لا، انت ما قال دكتور مروان. يعني ما اقدر، لو انت جيت العياده اليوم تاريخ كم محمود؟ 3 2 2. يعني ما اقدر اعطيك اجازه من تاريخ واحد اللي هو امس، انت ما كنت موجود في العياده، بس نقدر نعطيك 3 ايام من اليوم، نعطيك 3 ايام. فلا تخاف، من 3 ايام بعدها موجوده. يعني دكتوره، اذا انا مرضت البارحه وجيت العياده اليوم، البارحة راح علي، انت بنبلغ عليك محمود.
لا حول ولا قوة إلا بالله. المرضى من سامح أنت مبلغ عليك. أنا أصلا ما لو ترجع داوم فيها أصلا ما أخذ إجازة ومداوم. والله أحسنت أحسنت محمود. أحسنت. شوف صوت ماشي في الإذاعة كذي كذي أستقدم البرنامج طالع. عموما دكتور هل لاحظتم أن في أصلا استغلال من البعض لنظام الإجازات الرجعي هذا؟ في أي نظام يعني موجود في الفئة الأغلب هي تستغل أو يعني تشتغل مع النظام بطريقة إيجابية زين وبالطريقة المرجو منها، وفي فئة قليلة هي اللي تحاول تستغل الموضوع يعني. فهذه الفئة القليلة هذه لازم نسد الثغرة ونمنع الموضوع هذا. جميل. نأخذ بمصبح. مرحبا أستاذ محمود. مرحبا بمصبح. والنور والسرور والإيجابية والسعادة. الله عليك الله عليك. إن شاء الله المقدمة الجميلة. ندش حالك. خير الله يسلمك أنا أخوي. الله يطول عماركم الله يسعدكم مشكورين على هالبرامج الطيب وما يطلع منكم إلا الطيب. طول عمركم صدق. الله يبارك فيك. يعني الحين بغيت أستفسر حين وأنا ما بصاحي اليوم قاميت الصبح ما بصاحي في حمى وصاريت. طير طير العيادة خذ إجازة من الحين. يعطوني إجازة ولا يقول إيه لا نعطيك إذا حالتك تستدعي نعطيك. ايه هذا اذا يعني بارحة انا كنت مريض وجيت اليوم اقول معطوني باكر ما يصير البارحة لا ما يصير لا ايه ما علينا اسمنا عارفين احنا القانون الله يطول عماركم. لا لا الاول كانت المسألة يعني متاحة ان يعطوني يوم قبل يعني اذا كان من البارحة مريض، لكن الحين لا خلاص. ايه لا لا يعني البارحة انا مريض واليوم والبارحة كنت انا في المستشفى يعني اقول لهم في نفس اليوم قال لي خلاص اليوم مباشر عندك اجازة. ايه يعني هذا يسمع فيها صحيح. نعم ما شاء الله بمصبح ما شاء الله عليك انت ميهود وهذا لكن ما شاء الله مليء بالطاقه الايجابيه. صحيح الحمد لله دومنا الحمد لله. اقول نرد اقل شيء لبلادنا مهما نسويها ما نوافيها حق الله يطول عمرك. يا سلام عليك يا سلام عليك. الله يبارك فيكم ويسعدكم طول عمرك ان شاء الله ويسعد شيوخنا تاج فوق راسك. امين امين. شكرا لك شكرا. طيب دكتور هني في سؤال يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباحكم سعاده ان شاء الله ويعطيكم الف عافيه على البرنامج الطيب، اذا ممكن مقترح لتخفيف كلفه اصدار الاجازه المرضيه لان اوقات الواحد يكون مريض وما يقدر يدفع ويطير ويطر ما ادري ويضطر يصير ويضطر يداوم ويضطر يداوم يضطر انه يداوم يعني ما عنده من رصيده الشخصي يعني ياخذه مثلا. وكم اصلا 70 درهم ما عندك تدفع ما في ديسكاونت ما في خصم. زين انت لا وبعدين فوق هذا انت اذا اخذت اجازه مرضيه في علاوات تروح عليك ترى خصم الراتب نسبه معينه بعد فعشان شيء واحد ما ياخذ الا لو هو محتاج جدا 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 مريض حقيقه حلوه حقيقه. تعبين يا دكتوره يعني عندك مصطلحات ما شاء الله. زين طيب هذا دكتور مروان شو رايك بخصوص الخصم على الاجازه دكتور هذا تصديق الشهادات المرضيه؟ لا التصديق ضروري وهذا الرسم المعتمد من الهيئه ومن الدائره الماليه يعني ف يعني 70 درهم يعتبر مبلغ يعني مقدور عليه صحيح رمزي رسوم الاجراءات الاداريه أيوه. وكذا انزين على اساس انه وهذا مرتبط حتى مع القطاع الخاص دكتور صحيح ايوه الخاص اعتقد بعد اغلى اغلى 80 اتوقع ياخذون 100 يمكن ثم انا حسب ما كان يقول المرضى 80 كنا نقول بعد احنا 10 درهم ديسكاونت يعني احنا بعد ارخص من الخاص. لا يمكن احنا اغلى من الخاص 50 اظني الخاص. حسب العياده اتوقع. هو الرسم 70 درهم. 70 درهم. يعني بعض العيادات تاخذ رسوم اداريه بس هو 70 يعني. 70 درهم. اذا نحن متواصلين معاكم يعني المريض حقيقه بعد تخصمون عنا دكتوره؟ يلا ردي حقيقه كاتبينه بعد مو بالتاء المربوطه بالالف. يلا ردي حقيقه. المريض حق لا يا جماعة شو هو لما صار نزل القانون إن الإجازات المرضية يكون عليها رسوم ليش مثل ما نقول بالعامية الناس المبزينة تخرب على الناس الزينة مثل ما نقول إحنا بالعامية عندنا في الإمارات يعني في ناس صار قامت تستغل الإجازات المرضية بغير وجه حق. هذا لا ينفي في ناس فعلا يستحقون إجازات مرضية في ناس تعبانة فعلا وحتى تدري محمود شو المشكلة التعبان حقيقة يأخذ يوم واحد ولا مو بتعبان يقولك أعطني ثلاثة أيام هل المشكلة يعني يقولك دكتور لا أنا اليوم
اليوم بريح باكر بريح ورا باكر بشوف وضعي. نحن ما نعمم هذا الموضوع ان شاء الله. يعني هي نرجع لبدايه الحوار لما كنا نتحدث عن ضمير الشخص نفسه انه كيف يرضى على نفسه انه ياخذ بيزات حرام من خلال اخذ اجازات غير سليمه. المشكله انه المستشفيات تاخذ اكثر من 70 درهم، تاخذ 100 درهم، 60 الخاص، 60 درهم الخاص، يمكن ما عنده اللي ما عنده واسطه. المشكله المستشفيات هذا زين ما في رحمه. ليش يا جماعه الخير هذه يعني ما شاء الله العلاج ببلاش وتشوف الطبيب ببلاش وتشخيصكم ببلاش، فقط الاجازه المرضيه عليها المبلغ زين الرسوم. عموما نحن ما نتعرف على بعض الضوابط الخاصة بهذه الإجازات والأمور الرقابية عليها بعد الفاصل، ولكن ذكركم بأرقام التواصل معنا. ما شاء الله الاستوديو اليوم عامر عندي، الله جمال مطر، أستاذ جمال مطر موجود، نمر محمد عبده، ما بقول اسمك أنت اليوم كريم كفاح أستحي لك. ما شاء الله عليك مخرجنا عيسى. عموما بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل مع الدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، مستمرين معاه والعديد من الأجوبة والأسئلة حول هذا الموضوع وغيرها من المواضيع الخاصة بالتنظيم الصحي. ولكن أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي وأكاونت نور دبي في إنستغرام. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هالبرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. أسرع من شي فيه؟ لا ما شاء الله عليك محمود. زين، عموما أنا أعاني من المشكلة فوق 20 سنة. شو اسم المرض دكتورة؟ لاكتوز انتولرنس، اللي هو عدم حساسية البروتين الحليب. إنزين، صباح الخير، أتمنى أنكم تخصصون حلقة عن هذا الموضوع إن شاء الله. دراسة من مختصين في علم النفس، طبعا إن شاء الله ما نأخذ المكالمة بس نقرأ هذه الرسالة. دراسة من مختصين في علم النفس تقول أن الإجازة المرضية تنعش الحالة النفسية للموظف لكسر الروتين، روتين العمل والهروب بين قوسين من مشاهدة المسؤول. أي تغيير جو يعني دكتور مروان على هالرسالة؟ بس هدف الإجازة المرضية أن الشخص غير يعني غير قادر على العمل، أي، ويستحق أنه يعني يأخذ راحة من العمل. جميل. ففي إجازات من أنواع ثانية يقدر يأخذها ليحقق السعادة. من رصيدة، خلي يأخذ من رصيدة. لا، في عندنا بعد نحن في هيئة الصحة ساعات السعادة بعد كذلك. زين، انت حصلتي ساعات سعاده؟ ما حصلتي. انا حصلتي مديرتي حلوه دكتور علي ما قصرت، اول ما نزل عطتني. زين، انا بعد. عموما ناخذ هذه المداخله من منو معانا؟ محمد، ايش حالك؟ حمد وياك. حمد ونعم، تفضل يا سيدي. والله يبدو الموضوع خصوصا المرضيات. ايه تفضل، شو تعليقك؟ يعني أنا أعتقد إنه مش يعني الشخص المريض مثل ما قال الدكتور إنه يأخذ يوم واحد، صح، مش إنه يومين ثلاثة أيام أو أربعة أيام. نعم. وفي بعضهم عندهم أعذار يعني مش مقنعة. حصل مثلا يأخذ مرضي عشان يطلع ويا ربعه أو يصير يتمشى، يعني مش إنه مريض. بعد الجو مغيم وشوية مطر كذا. عادي يوم الجو حلو محمود. يكون نص الشعب مريض. نص الشعب جزء مرضية. لا يعني شو يعني الواحد يحلل الأراضي. صحيح أخوي صحيح. طول عمرك يا حبيب. صح ولا غلط؟ بصرف على أهلك، بصرف على أخوانك، صحيح. على أمك. صحيح. يعني شو فايدة تدخل بيتك بذات حرام يعني؟ صادق. صحيح أخوي صحيح. يعني مش محتاج دوام، غيرك محتاج. أكيد. صح ولا غلط؟ صحيح. شكرا لك يا حمد. شكرا لك أخوي، نهارك سعيد. إنزين دكتور، هني يقول طيب. في مجموعة رسائل كانت تقول صح في ناس تلعب بالإجازة بس والله مخربين علينا احنا، ومش كل الناس عندها القدرة تدفع، يعني ندفع للعلاج زايد الإجازة وايد، ارحمونا في عام الخير. شو رأيك دكتور؟ الحمد لله نحن الحين في سنة هذا المدريد اللي مطرش 2017 ايه. يعني قانون التأمين إلزامي، الكل مغطى بالتأمين الصحي، اللهم يدفع النسبة من العلاج زين، والباقي العلاج يكون مغطى من التأمين، فالرسوم اللي يدفعها ما يكون مبلغ قليل جدا بالمقارنة بالمبلغ الأصلي للعلاج. ف
فحتى رسوم الإجازة شيء بسيط يعني تعتبر. طيب اليوم 2 مايو صادف اليوم العالمي للتوعية بمرض الربو، ننصح المرضى بمتابعة رشادات الطبيب إن شاء الله. شكرا لكم. مرحبا، أنا عندي مرض مزمن اسمه كرون وأعاني منه من سنين. زين، هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله مخصص الحلقة، بس أشوف القرار. زين، هني وتحصل لي نوبات بسبب المرض وأخذ إجازات مرضية، بس أشوف أن القرار الجديد مش سيء للمرضى. ها، في بعض الأهي بالفعل دكتور، هني أنا أبغي أسأل يعني في بعض الأمراض اللي بالفعل تكون مزمنة أو كذا، الشخص ممكن أن يأخذ مجموعة إجازات تستوجب وايد تغيب عن الدوام. صحيح، كل إجازة 70 درهم وايد دكتور، بعد ما أدري هل ممكن تنظرون في هذه المسألة؟ أنا بجاوب قبل ما أجاوب دكتور مرة، بس إحنا جينا وايد محمود الحال مثل الكرون اللي عندهم التصلب اللويحي المتعدد، يحتاجوا إجازة مرضية أكثر مرة. فدائما أقولهم روحوا للطبيب المتخصص اللي تابعون عنده، اطلبوا منه عنده شهادة لايت ديوتي أو دوام خفيف. هو بالعادة المتعامل ما يقدر يقعد 8 ساعات في الدوام، بس ما يقدر يوقف وايد. بقول له عطك إنه يعطيك حسب حالتك لايت ديوتي أو دوام خفيف 4 ساعات ممكن تداوم، بحيث ما تكرر إجازتك المرضية. هذا يكون حل بديل. يا سلام، والله جميل، هذا قانون. هذا طبعا صحيح. بعد التقرير هذا لازم موضوع ينعرض على اللجنة الطبية. صحيح. أوكي. اللجنة الطبية اللي توافق تقرر بعد التقييم من قبلها. صحيح. طيب ناخذ هذه المداخلة من منو؟ ألو، بسلطان أتوقع. بسلطان، صباحك الله بالخير. النور والسرور. تفضل تفضل يا سيدي. طيب. طول عمرك. تحية طيبة لكم وتحية لجميع المستمعين بالنسبة للموضوع الإجازة المرضية، في بعض الأحيان يجي بعض الموظفين اللي يعني وضع الدكتور هو قدام الأمر واقع، يعني من خلال أنه يبين عمره أنه تعبان ومريض، خصوصا في الآلام اللي فيها. أنا قصدي ما تبين بالكشف، إيه خصوصا مثلا آلام الظهر على سبيل المثال. فهني كيف نستطيع مع يعني يعني خلنا نقول كلجنة، وأحيانا تكون لجنة نحن نعرفها أحيانا من أكثر من طبيب ولكن مو متخصصين أحيانا يعني بعض الأحيان. فكيف نستطيع يعني تبين هذا الأمر، يعني الطبيب يعني كيف يقدر يبين؟ أنا أتكلم بلسان المسؤول، مسؤول في العمل يعني أو كإدارة يعني خلينا نقول. أوكي. يعني كيف نستطيع اللف، يعني أن هذا الموظف يلتف حول خلال مرض يمكن يمشي معاه عادي ولكن يدور سبب. يعني نحن نرجع أبو سلطان نقول لي في البداية لما تكلمنا عن ضمير الموظف. نعم. واحد وايد مهم أنه يراعي ضميره قدام رب العالمين في مسألة إجازات المرضية، التغيب، يدخل فلوس حرام. صحيح. في 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 جيبه. فهذه المسألة يعني أنت إذا حطيتها كمعيار، القوانين هنا يعني موجودة ودائما بتحصل هنالك المتلاعبون حول هذا القوانين، والقوانين موجودة عشان تردع من مثل هؤلاء. ولكن نرجع. صحيح. إلى تعزيز مفهوم الأخلاق والضمير اللي يجب أن الواحد يراعي بينه وبين رب العالمين. أنا شاكر لك بسلطان، سؤالك واضح. بأخذ بندى على السريع وبعدين ما نجاوب على بسلطان. أبو ندى، صبحك الله بالخير. صباح الخير. صبحك الله بخير أخونا محمود. لا تقول لي ما خلصوك. لا تقول لي ما خلصوك. بالنور والسرور. خلصوك أول شيء المستشفى ولا كيف الحال دكتور؟ طيب أول عمر. الحمد لله، الله يسلمك. تفضل أبوي تفضل. أقول طال عمرك، أنا عندي أعاني أمراض مزمنة مثل السكر. نعم. كملت تقريبا 40 سنة طال عمرك. الله يعطيك الصحة وطولة العمر. إيه هذا كنت شو سببي أنا؟ كنت أنها ليلية أخذ عسل خاشوقة واحدة عند الرقاد. زين، واي قصة من العسل بندى. اليوم مرة قلت لك واي قصة. لا طال عمرك. ما له خص بندى. ماله هو. بعد فترة الدكتور قال لي أنت شو عندك؟ أخذوا تحليل دم قالوا عندك سكر في الدم. زين. هذا لأن دمك سكر بندى. إيه كنت نسيبي في الليل يشرب حليب ويا العسل. وأنا كنت بعدها أخلدر كنت. زين. نسيبي بعد تدلغ جسمي كله سبب الحرارة العسل. إيه ويا الحليب. ايش بس برداني على جسمه. بقول موضوعنا اليوم عن الاجازات مو مرض السكري، شو رايك؟ اجازات طال عمرك، شو رايك هذا اللي يصير يتمارض؟ ماشي اجازات.
بلا سيدي يوم تروح المستشفى يعطيك إجازة حق دوائر محلية والفرضة ودوائر محلية والبنوك. هذا كان عندنا زمان أول. ما شاء الله ما شاء الله. أتذكر في مستشفى المكتوم نحن نروح عند الدكتور، ما كان لا مستشفى راشد ولا مستشفى دبي، الوحيد كان مستشفى المكتوم. صحيح أبوي، حتى الدكتور نفساني كان عندهم زمان أول. صحيح، ليه الحين موجودين أبوي في مستشفى راشد؟ الحين ما شاء الله نحن في الدنيا. الحين أنا رحت لندن في 74، يقول لي أنتم من وين؟ قلت من إيمان. قالت وين؟ قلت دبي. قال إيه مكان ذهب. ما شاء الله. إيه والله. تقول تعرف ليش مكان ذهب؟ تعرف ليش مكان ذهب؟ لأن ناسا ذهب. يا سلام. أبو ندى. جزاك الله خير. جزاك الله خير أبوي. سامحونا إذا طولنا عليكم. طول عمرك. ناخذ بعض. أخونا مطر. جمال مطر. جمال مطر. حياك الله. طول الله يحييك. زين. ناخذ آخر مداخل من أبو عبد الله ونرد على أسئلة الجماعة على السوشيال ميديا. أبو عبد الله تفضل. ألو السلام عليكم. نور السرور. صبحكم الله بالخير أول شيء. ياك الله. بس بخصوص الإجازات والأشياء هاي واحد يحتاج لها صراحة، إذا في الدوام ما يرخصونك لازم بتمرض عمرك. زين. لازم شوي بعد نهاية الأسبوع يومين حق ويكند حلو. بعبد الله وين الدوام خبرني. وين الدوام عبد الله؟ وين الدوام؟ أداوم شركة. أي زين. قطاع خاص مساكين يستحقون إجازات. يستاهلون مساكين. مساكين. إجازات شوي. لا ما يصير هالكلام عبد الله، ما يصير أبدا. أنا أدري بك تسولف. هلا شوي بعد يا عبد. مصر مع سبق الإصرار. عبد الله مصر على أقواله. ما يقفرون العيادات الخاصة، يعطيهم العافية. مرة من تدخل عنده السلام عليكم قال مريض ولا إجازة. كان تروم الحين يلا. على النظام الجديد كانت روم يلا. ما في النظام ما يغلبهم سيبوي. اي والله كلام كل منقوشي وليس بالعزائم مثل ما يقول. والله يا سيدي يعني عند رب العالمين ما ادري كيف يعني بتقول هذا الكلام بدرهمك المنقوش، هذا شيء راجع لك. قوم انت خاطره شويه، رصوهم شويه. نرصهم طال عمرك ما عليك. فالك طيب. ما فيك شيء، يكتب لك الاجازه ويخيط الورقه هاي مال الدواء خياط. زين. يبالك انا ني اي حق اجازه، انت وين طلعت العوق كل هذا؟ هذا ابو عبد الله تعرف شو تسوي اذا في عندك اي شك على اي ممارسه؟ هنالك يعني في رقم الهيئه مخلت لنا 24 ساعه 7 دايز 7 ايام في الاسبوع اللي هو 800342. اذا عندكم اي ملاحظات مو بشرط على مستشفيات الهيئه بس، لا حتى القطاع الخاص، الجماعه في التنظيم الصحي عندهم قوانين وعندهم نظام للمراقبه والتفتيش على مثل هذه الممارسات. فعندكم هذا الرقم، عندكم الدكتور يحضرك الرقم الدايركت على التنظيم الصحي ولا؟ نحن نفضل على الكول سنتر. على الكول سنتر لأن في سيستم معين يدخل ضمن السيستم هذا. فتتصلون رقم سير 800 DHA 800342، تتصلون عليه وحطوا هذه الملاحظات لأنه وايد مهمة. لا الواحد لا يقول ما بشتكي أو ما بسوي. أحيانا العيادة من يشوف تأمين صحي ما تدري هل يستغلك ويستغل التأمين. ما في نظام مراقبة، ما عليك، في نظام مراقبة على هذا المسألة. عموما عبد الله شاكرين لك. طيب يعطيك الدبل. زين. لا تأخذ إجازة بعد يعطيك أكثر أدوية. حين صار سيستمهم كذي. والله ممكن حبتين. يطرشك الصيدلية اللي يشملها التأمين بعد. لا هو التأمين أصلا يراقب، شركة التأمين روحها تراقب هذه المسألة. عموما أبو عبد الله موضوع التأمين يوم الخميس بيكون ويانا الدكتور حيدر بنتكلم عنه بشكل مفصل، فسامحنا عادة لأن عندي وايد رسائل باخذهن. خلينا نرد على أبو سلطان دكتور. نعم. أي بخصوص المسؤول الحكومي إذا شاف أن الإجازة المرضية لا تستحق المدة هذه يقدر يحول الموضوع عن طريق إدارة الموارد البشرية للجنة الطبية. صحيح. هم يبحثون الموضوع وعندهم أطباء متخصصات متعددة، وإذا التخصص نفسه مش موجود يقدرون يحولون الموضوع للطبيب المتخصص ويأخذون رأيه. زين. والإجازات المستغلة من نوعين أعتبرها، نوع أن الإجازة نفسها طويلة زيادة عن اللزوم. صحيح. والنوع الثاني الإجازات القصيرة المتكررة. فحسب قانون الـ HR الموارد البشرية لحكومة دبي، إذا تعددت الإجازات المتكررة عدد معين من الأيام في السنة يتم تحويل الموضوع للجنة الطبية حتى يشوفون، يعني حتى مرات ينقصون الإجازات المرضية إذا كان لا يستحق.
جميل. طيب ناخذ نور دبي لان زعلانين عليه يقولون انتم مسوي لنا سالفه هنا دكتوره. فنتكلم كل اقتراح مبتكر يقولون لك والله في الخطه وسويت قبل ما نشوفه. لا هذا كله مقيد يعني الواحد ما يقدر يتكلم بشكل شو تأشرين شي دكتوره شو فيك لان كنت اقول لك عن لا انا كنت اتكلم قبل الفاصل على المساله لان هذا كله مقيد ضمن في اليه عمل في ايميلات في وايد شيء في نظام يعني زين. فالواحد ما تقدر تاكل حقه حساسيه لسكر الحليب وليس بروتين الحليب. سامحني هون لسكر الحليب يعني ترجمه انجليزي للعربي شويه زين. صوت المتحدث مو بواضح ان شاء الله الحين يكون مره صوته هادي لان عندي كرون بلس ديسك ومشكله اعصاب كم بدفع لايت ديوتي قدمتها للدوام قالوا لي ليه متى ما نعطيك هذا التخفيض. هذا الطبيب الاخصائي يوصي فيه يعني مثلا 6 شهور 4 شهور ويتحول على اللجنه واللجنه توافق عليه او توصي بالتقليل او التمديد زين. ومحمود هذا اللي تسأل بعد عن المسؤول احنا نواجه وايد هالاشياء انه مرات يجون مسؤولين يقول لك انا الموظف خذ وايد انجاز مرضيه متكرره وقصيره. دائما اذا لاحظت ان الموظف ياخذ عندك اجازات مرضيه متكرره قصيره هاي واشياء مثل ما قال الاخ اللي اتصل نسيت اسمه سامحني انه قال شيء ما يبين بالفحص الم ظهر تكرر مرات يقول لك عندي اسهال عوار في البطن اشياء عامه صعب الحكم فيها. دائما نقول له سيرها تقرير طبي من المركز اللي ياخذ منه الاجازات المرضيه. شو يستوي احنا بالعاده حتى المتعاملين اللي يجون عندنا ياخذون وايد اجازات متكرره لاشياء عامه ما تبين نطلب له دائما مجموعه من الفحوصات. اذا ما سواها لما يطلب تقرير طبي نقول له سامحنا ما نقدر نساعدك لانه ما مسوي فحوصات عشان تثبت لي التشخيص بالتالي هي تقدر تمسك الموظف. طيب دكتور الحين هذين الدكاتره اللي ياخذون اجازات مرضيه كيف تدققون عليهم؟ نحن اللي يعطون ولا ياخذون؟ اللي ياخذون الدكتور ياخذ اجازه مرضية. والله سؤال مهم. اذا الدكتور ياخذ اجازه مرضيه هو يعتبر موظف يتم عليه نفس الاجراءات. بس نحن في اداره التنظيم الصحي كون الاجازات موجوده في النظام الالكتروني شريان نحن نقوم بتقارير دورية للأطباء اللي يعطون إجازات مرضية ونشوف الأكثر عدد من الإجازات زين ونشوف الأطباء هذول هل يعطون الإجازات بصورة صحيحة أو لا. ونحن لاحظنا بعد في بعض الأطباء يقومون بإصدار إجازات مرضية في أوقات معينة من السنة بتكون أكثر من الأوقات الثانية اللي هي الجوتي يعني إجازات يعني أو قبل مواسم العمرة وايد تكثر فيها صحيح. فهذا بعد نحن نقوم بالتحقيق في الموضوع هذا. انزين ارحموا الناس عمر ما حد بيكون مو مريض ويصير مستشفى ولو صار أكيد الدكتور بيعرف يعني سمعنا نماذج وايد نحن وشفنا يعني زين. في دراسه تقول ان غلي الماء مرتين ضار للجسم هل هذا صحيح؟ ممكن يرسب عفوا الاملاح الموجوده في الماء ولكن اتوقع ان هالدراسه لما طلعت اساسا عن سالفه غلي الماء في السخانات الغلايات الماء الكهربائيه اللي ترسب فيه. عشان شيء يا جماعه في البيوت ضروري ننتبه على غلايات المياه الموجوده بتلاحظون في تكلسات وترسبات املاح موجوده فيها فلازم نحرص ان نغسلها بالخل والماء بين فتره وفتره ونغيرها. هذه سعاد تقول السلام عليكم والله لكم وحشه طالع من المحاضره. سعود اظني طالع من المحاضره عشان اتابعكم شو الموضوع هذا الحين جيتنا على ارجع للمحاضره يا سعود عقب تابعنا على اليوتيوب. انزين انا هني عندي مسج بقراه دكتور سامحني شوي يمكن خارج الموضوع ولكن من باب الشفافيه نقرا. السلام عليكم اسم البرنامج صحه وسعد شو بلاش لا ما شيء بس يعني ابغى اشوف الرساله. عندك رياكشن ما شاء الله يعني يديك شيف عيني تدخل ما شاء الله. عموما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسم البرنامج صحه وسعاده ولكن طفل معاق لديه عين واحده ليرى فيها اين هي الصحه والسعاده. ووصلت الى معالي حميد القطامي ولا حصلت اجابه لتكمله العلاج. يعني المسج غير واضح واحد زين. اثنين شو الاسباب اللي ما خلتك تكمل العلاج لان ما اعتقد ان في شيء يمنع انك انت تكمل العلاج. ثلاثه مكتب معالي دائما مفتوح واصلا في مثل هذه المواضيع انت ما تحتاج توصل لمكتب المعالي اصلا صحيح. لان في هيئه كامله موظفين 11 كم وصلنا 13000 موظف تقريبا 13000 موظف موجودين في الهيئه زين. ما قدروا يساعدونك معقوله يعني وايد علامات استفهام. لكن عموما انا بتصل فيك بعد البرنامج عشان اعرف الموضوع من A to Z. والدكتور بعد مروه ما بيقصر بعد في هذا الموضوع ما نعطيه بعد كذلك الرقم لانه
دكتور بعد معني بمثل هذه المواضيع. عموما رسالتك أنا قريتها مثل ما هي، أتمنى أن ترد علي بعد البرنامج لما أتصل بك على طول. طيب، في ناس تقول أن هذا قرينا، الجراثيم ليست من الأشياء الوحيدة المعدية في هذا العالم، فإن العواطف والسلوكيات والحالة المزاجية معدية أيضا وتؤثر على صحتنا، وكذلك السعادة معدية، فراقب حالتك المزاجية، راقب حالتك المزاجية. هذه ما فيها إجازات أنا دكتور. الحالة المزاجية ما فيها إجازة مرضية. لا 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 يعني في ناس في ناس حقيقة يوم العيادة يقول تقول بصراحة دكتور صراحة اليوم ماني مزاج أداوم، يعني يكون مريض صريح، لازم تكون صريح مع الطبيب عشان يقولك لا ما بنعطيك إجازة مرضية. طيب دكتور، يعني عمليات تقييم واسعة لأداء إدارة التنظيم الصحي سويتوها، كانت عندكم خطة جديدة للمرحلة المقبلة في ضوء هذا التقييم، خلنا ناخذ بس نبدأ سريعة باختصار عن المستقبل الخاص بالتنظيم الصحي. إدارة التنظيم الصحي قامت مراجعة شاملة للمعايير الموجودة، والحمد لله في معايير واضحة جدا للمهنيين الصحيين وللمنشآت الصحية، بس هذا لا يمنع من القيام بعمليات دورية للتقييم. أوكي، ولأن الطب ما يوقف، الطب يتطور والمعايير التنظيمية لازم تتطور معها. صحيح. إنزين، يعني من أمثلة المعايير التنظيمية عمليات التنظيم 3D printing اللي هو الطباعة ثلاثية الأبعاد. صحيح. زين، هذا المستقبل، هذا مستقبل، نحتاج تشريعات لتنظيم، لازم يعني يتم تطوير معايير حتى تحكم هذا الموضوع ويحمي حقوق المريض ويعطي الصلاحية للطبيب بالقيام بالعمليات. ممتاز، ثلاثية الأبعاد. ممتاز. يقول سؤال الختم لحد الآن مجاني في عيادات هيئة الصحة دبي المزر والخوانيج، علامة استفهام، يعني يسأل مجاني ولا لا؟ لا، مفروض ما يكون مجاني. زين، ختم شنو؟ ذهب تصديق الإجازة قبل أحيد الدكتور عنده ختم خاص فيه ويختم. لا، ختم الطبيب غير وختم العيادة مختلف. ختم العيادة يكون من عند التسجيل. ختم الطبيب حق شعير، لازم عشان تتأكد إن جاز المريض طالع من عندي يكون ختمي توقيعي، أي حد يعني يقلده بس الختم يكون عندي. إنزين، الحين سؤال على النظام الجديد مال سلامة، أنتوا تحتاجون ختم وما ختم وهالأشياء بعدنا ولا؟ الختم لازم تأكيد إن جاز مرضية. ما في ختم إلكتروني؟ لا للآن لا يوجد ختم إلكتروني. أحب أضيف في الجاز المرضية الصادرة من شريان يكون في نفس ورقة الإجازة في الموقع الإلكتروني ورمز خاص للإجازة المرضية، فجهة العمل تقدر تدخل وتحط الرمز الخاص وتتأكد أن هل الإجازة صحيحة ولا لا. طيب، شاكر لك الدكتور مروان الملة مدير إدارة التنظيم الصحي على تواجدك معنا وعلى يعني هذه الحلقة المميزة اللي كانت ساخنة شوية، فشكرا لك. وما أدري الحين أنتوا من الأهل ولا تقربوا حق بعض ولا استشابه اسماء؟ استشابه اسماء. كانت أنا شفتها في الفاصلة تسأل من الشارجة، إن شاء الله إن شاء الله عمي، إن شاء الله إن شاء الله. عصب عيسى. خلاص، عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم. شكرا لك دكتور مروان. شكرا لك دكتورة ندى. شكرا لكم، وعلى أمل نلقاكم إن شاء الله في الغد. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.